يا إخواني، أحد التابعين أبو إدريس الخولاني كان إذا روى حديث، هذا الحديث عظيم جدا، حديث قدسي عن الله عز وجل. أبو إدريس الخولاني من أحد التابعين، إذا روى هذا الحديث العظيم القدسي عن الله عز وجل كان يجري على الركب، يطيح، ما يقدر. إيش هو الحديث؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله حديث عظيم، والله يحق لهذه الركب أن تجثى. لماذا؟ لأن الله عظيم، لأن الله عز وجل الطاعات التي نتقرب بها إليه إنما هي من أجل أنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، من عمل صالحا
نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام.